معنا من دبي الخبير في تقنية وأمن المعلومات أيمن عيتاني. صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم. طيب أيمن، يعني كما ذكرنا في التقرير، أنا كنت حابة أسألك في البداية، هل يحق لهذه الشركات المطالبة بمثل هذه المعلومات أو لا؟ ذكرنا في التقرير أنه لا يحق لهذه الشركات المطالبة ببعض المعلومات مثل العمر مثلا. طيب ليش تطلبها طالما مو من حقها؟ هلا معها بإطار الخصوصية في ثلاث أجزاء. في جزء يلي هو المعلومات يلي المنصات بتطلبها، يعني مثل الاسم، رقم التليفون والعمر. وفي تاني شغلة هو المعلومات يلي نحن أولادنا عم يطلعوها على هذه المنصات. وفي الشق الثالث هو المضمون يلي نحن كأهل يلي عم نعمله عن أولادنا على هالمنصات. خلينا نغطي أول جزء يلي هو المعلومات الخاصة، الاسم ورقم التليفون والعمر. هذه المنصات ما بتطلبها يعني كقانون حسب البلد اللي نحن فيه، يعني إذا بأوروبا أو بغير محلات، في محلات إنه بيسمح لهم يطلبوها، في محلات لا. وحتى هذه المنصات اللي بتطلبها لا تعرف إنه أنتوا هالفئة العمرية الأصغر، أنا ما في خليكم تفوتوا على 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 المنصة، أو لا إذا كنتم تفوتوا في خصائص أقل أو مضمون تاني ما فيكم تشوفوه. فمنشان هيك هني بيطلبوه بإطار حماية معينة، منشان هيك يلي عم يطلبوه. بس هو ما يعني هالمعلومات حتى لو ما انعطت، هذه المنصات متطورة كتير وبتعمل تحليل كامل للوجه للصوت، ففيهم يعرفوا حتى لو واحد موجود طفل معين أو حدا من أولاده، بيقدر يعرفوا هذا شاب بنت أي فئة عمرية، من الصوت، من الحركة، من الصورة. إيه بس أيمن كمان هم يعني يقدروا يعرفوا، القديمة بسأل الاسم والعمر وين موجودين. أوكي، الطريقة القديمة أو هم ممكن كيف يعرفوا، يعني على الأقل على الأقل مش إحنا اللي قدمنا لهم هذه المعلومات جاهزة طلبت منا وإحنا قدمناها، يعني هم كيف يعرفوا هذه طريقتهم؟ لكن في حال هم طلبوها وإحنا نعطيهم هي على طبق من ذهب، يمكن هو هذا الحوار اليوم على هذا التصرف بالتحديد. نحن عم نعطيهم على طبق من ذهب المعلومات مباشرة، الاسم والعمر، وكمان عم نعطيهم معلومات تانية اللي هي قيمتها أعلى بكتير، اللي هو نحن وين عم نكون، يعني وين بيتنا، وين المدرسة، وين الشغل. لأنه نحن كل ما نطلع مضمون صورة أو فيديو بيبين من أي مكان عم بيطلع، فعم يقدروا يعرفوا نحن وين عم نطلع من دون نعطيهم بطريقة مباشرة. كمان بطريقة تانية، مثلا لما نحن كل الصور والفيديو اللي بنعملها بتحللها هالمنصات وبتعرف انه نحن عم نهتم بالأكل أو بالسفر أو بالألعاب أو بأي مضمون وهيك، وفيهم يعرفوا كمان مين أصدقائنا عم نتواصل معهم. فالمعلومات بس الاسم والعمر معلومات بسيطة، قد ما نحن عم نعطيهم معلومات كاملة تانية بغير محل. طيب يمكن أيمن أكثر ما يهم الناس والعالم هو موضوع الأطفال وخصوصية الأطفال، لأنه يعني في النهاية هؤلاء الأطفال لا حول لهم ولا قوة، والمفروض يكون في قوانين فعلا صارمة بخصوص الأطفال. ما الذي يمكن عمله في حال طلب موقع ما أو منصة ما معلومات عن الأطفال بشكل أكبر؟ الوالدين هنا اليوم إيش دورهم؟ الخبراء يعني ينصح الخبراء بأن نكذب عليهم يا أيمن، ما نحط لهم الأعمار الحقيقية، نحط أرقام وهمية، إيش رأيك؟ كلنا ما هيك عم نعمل، كلنا أولادنا على منصات اليوم، ونحن كأهل فتنا حطينا أنه عمرهم فوق 18 أو فوق 13 سنة، وهن عمرهم 12 و10 و11. يعني أنا أولادي هيك وبعرف كتير أهل هيك، لأنه أولادنا يعني حابين هن يفوتوا على المضمون، ولأنه أصحابهم موجودين على المضمون، وكمان نحن حابين شوي يكونوا شوي بهالعالم عم بيقدروا يوصلوا لهالمعلومات ويعرفوا فيها. فنحن عنا دور كأهل نلعب دور أكبر معهم لنعرف الصح والغلط من قبل الإنترنت ما تغير. فنحن عنا دور أكبر نقول لهم نحن إنه كل شيء اللي على الإنترنت اللي عم تشوفوه مش صحيح ومش مزبوط. بنقضي وقت نحن كأهل، أنا بقضي معهم وقت بشوف المضمون يلي بيشوفوه هني، وبوضح لهم إنه شفت هون كيف وشفت كيف هالغلط وهذا الصح وهذا عم بيزدوها شوي أكتر، الدنيا منا هيك. يعني في هذا هيدي نحن لنا دور كأهل حتى نلعبه، شو ما كانت المنصة وشو ما كان عمر الأولاد، وكل ما أبكر كل ما أحسن، لأنه هني اليوم تعليمهم من الإنترنت. يعني كلنا بنعرف بأولادنا، بس بيحكونا بأمور إنه أكيد لا أخذوا ولا المدرسة ولا منا نحن كأهل، أخذوها من العالم الإنترنت اللي هو عم بيربي أولادنا. يعني
طيب في قول آخر يقول أن المنصات هذه أو من يدافع عن المنصات أنها تستخدم هذه الطريقة وهي معرفة أعمار الأطفال أو السؤال أصلا عن العمر لحماية الأطفال، لأنه يجب من يستخدم هذه المنصة أن يكون عمره أكثر من 18 سنة، فإحنا عشان نحميكم. الحماية جزئين، جزء من المنصة نحميهم من مضمون منه لعمرهم، من دعايات مش لألون. هيدا مطلوب والقانون بيطلبه، وإذا وفي غرامات عليه، وفي كتير منصات يعني عم بتتابع الموضوع وعم بتجرب ما تخالف لأنه المخالفة كبيرة. وفي شيء تاني يلي هو نحن دورنا نحن كأهل يلي عم نقضي وقت مع الأولاد نفرجيهم شو عم يستعملوا شو ما عم يستعملوا. وكمان نحن كمان حتى لو هن حرام ما خصوا منه على المنصات، نحن عم نطلع مضمون عنهم، عم نفرجيهم هن وصغار وكبار وشو عم بيعملوا وين أكل وين أخذناهم. فنحن حتى لو ما هن منهم على ولا منصة نحن عم نفوتهم على المنصات، لأن المنصات عم بتحلل وتدرس وكل شيء يعني. فنحن على طبق كامل عم نعطيهم إياه. فبس ننتبه شوي أكتر إحنا إنه في حال هالولاد بكرة إن شاء الله صاروا كتير مهمين وكتير كتير معروفين، إنه ما نكون نحنا فرجينا مضمون هني وصغار ما هني مش مرتاحين فيه على طول. إيه. ما نكون فضحناهم بصور مثلاً في الطفولة. طيب أيمن، يعني لمن لا يقدر قيمة هذه البيانات؟ يعني مرات الأهل يقولوا يعني إيش يعني لو حطينا البيانات، إيش يعني لو عرفوا أكثر، ماذا يعني الخصوصية؟ يعني طب أصلاً يعني إحنا مين؟ يعني إحنا ناس طبيعية عادية، ما عندنا أسرار، ما عندنا شيء نخبيه، ما يعني هل يوجد خطر فعلاً محدق من مشاركة هذه البيانات؟ إيش تقول لهم يا أيمن؟ ما الخطر الذي قد يمكن أن يكون؟ هلا ما هي الفضل ما هي اللي تفضلتي فيه صحيح كتير، وفي كتير ناس بتحكي بتقول يعني يا خدوا شو بده يصير يعني أنا مين وشو هي شو هيعرفوا يعني يعني صح شو بده من جهة بقولك معه الحق، ونيالي اللي بيقدر هيك مرتاح رأسه يكون على الـ على الـ على بالإعلام الاجتماعي مرتاح مثل ما هو موجود فيه يعني. بس من جهة تانية كمان يعني في كتير ناس عم بيقدموا على وظائف، وأول ما الناس تطلع بيطلعوا إنه عم بيطلعوا على المضمون على الإعلام الاجتماعي، من هني شو اتجاههم شو اهتماماتهم عن شو بيحكوا عن شو ما بيحكوا، فهيدي كمان بتأثر عليهم هيدي الجهة. من جهة في جامعات كتير كمان عم تطلع على كمضمون يلي على الإعلام الاجتماعي قبل ما يقبلوا الطالب. في كمان اجتماعيا نحن بتعرفي بنشوف كيف شو السيارة، كنا قبل يزر بلا الانترنت انه شو الساعة اللي لبستيها شو السيارة شو الجزدان شو التياب، عن طريق الانترنت كمان والإعلام الاجتماعي عم نشوف أكتر كمان يعني وين عم نروح ناكل وين عم نروح نسهر مع مين عم نكون شو المواضيع اللي نحكي فيها وكيف الطريقة نحكي فيها كمان ليكون عندهم يعني عم بيكونوا فكرة عنا أكتر. فنحن لما نعطي هالمعلومات عم نعطي هالمعلومات للمنصات الاجتماعية وكمان للناس اللي بالمجتمع إنه أنا بدي أعمل حالي بهالطريقة فلازم واحد شوي يدرس كيف بده يكون طلته على المجتمع للناس. حتى أيوة. لو المجتمع صغير يعني أصدقاء وأقارب صحيح يعني يعني هي الناس بدأت تتعرف على بعض أكثر. إذا تعرفت اليوم على أحد في مكان ما جديد عليك فممكن بس ترجع البيت تدخل الانستغرام تبعه أو تدخل صفحته الشخصية تحس إنك عرفته بشكل أكبر، فهي اجتماعيا صارت متعارف عليها، لكن مثل ما ذكرت أصبحت حتى في الجامعات في الوظائف في أمور أخرى كثير بدأت تستخدم التعرف على الشخص عن طريق صفحات السوشيال ميديا. احنا شاكرين لك جزيل الشكر من دبي، الخبير في تقنية وأمن المعلومات أيمن عيثاني، يعطيك ألف عافية أيمن، وقيت نهار سعيد.